إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واختارنا بأن نكون أتباعا له عليه الصلاة والسلام، وجعلنا الله سبحانه وتعالى أفضل الأمم. فهل نستحق هذا الفضل وهذا الخير بلا عمل؟ لا والله. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يوم القيامة بعد أن يلجم الناس العرق الجام، تدنو الشمس من الخلائق، ويحتاج الناس إلى شرب الماء، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم يسقى من هذا الحوض من استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ملائكة حراس لهذا الحوض يبعدون بعض الناس عن الحوض، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني هؤلاء خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدعوا في دينه عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار عبد الدرهم، تعس يعني خاب وخسر، دعا عليه الصلاة والسلام من يكون في هذه الدنيا كالعابد للدرهم والدينار. وهذا نراه بأعيننا، ترى لا يتغيب أحد عن العمل في الأعمال الدنيوية، ونرى يتأخر ويتخلف كثير من الناس عن الصلوات التي فيها كل الخير لنا. بل قال عليه الصلاة والسلام: وجعل قرة عيني في الصلاة. إذا كنت هنا لا تحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، وتحافظ على الحضور مبكرا إلى العمل، فأنت على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعاسة وشقاء، تدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، عباد الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوذيت في الله
ولم يؤذ أحد. تحمل عليه الصلاة والسلام الأذية والمشاق والصعوبات وما لاقى من الكفار وغيرهم حتى يصل إلينا هذا الدين. آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصلاة، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وما تخلف عن صلاة عليه الصلاة والسلام واحدة عن الجماعة. ومن السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم القيامة رجل قلبه معلق بالمساجد. الواجب علينا أهل الإسلام أن نجتمع على الصلوات المفروضة الخمس